مرحبا بحضراتكم من جديد. الحقيقة إحنا محظوظين بقوتنا الناعمة، إحنا عندنا مبدعين يعني عملوا لنا أعمال معلمة جدا في أذهان المصريين والعرب. إحنا ده خلانا في الحقيقة قبلة الفن في الوطن العربي وبيطلق علينا هوليوود الشرق. خليني أقول إنه إحنا محظوظين بمبدعينا الموسيقيين كمان اللي قدموا لنا أعمال كل ما تقدم كده زي إزازة العطر الجميلة، كل ما بتعتقوها بتزيد جمال وحلاوة. ويمكن الفترة اللي فاتت كلنا شفنا إعادة توزيع، ويعني الناس كتيرة رواد السوشيال ميديا ابتدوا يعملوا شير لأغنية في الشوارع حواديت للموسيقار الكبير قوي هاني شنودة، والمنتظر أنه يقدم لنا حفل في حفل موسيقي كبير على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة في يوم 27 يوليو الجاري. خليني أقول أنه الموسيقار الكبير هاني شنودة كان مش بس مؤسس فرقة المصريين، لكن كمان هو مكتشف أكبر النجوم، يعني الهضبة عمرو دياب مثلا، وقدم لينا كمان الكينج محمد منير في أغنية تعلموني عينيكي. فهو في الحقيقة ليه أعمال كتيرة جدا جدا، كل ما بتقدم بتبقى أحلى وأحلى. معنا دلوقتي الموسيقار الكبير هاني شنودة. يا مساء الفل عليك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، وخليني أحييك على أعمالك اللي عايشة في أذهاننا لغاية النهاردة، ولسه بتقدم لنا دايما حاجات أحلى، كل حاجة أحلى من بعض. لو في بس حاجه ناقصه حضرتك، ان انا الملحن الوحيد الباقي اللي اشتغل مع نجاة وفايزه والصف ده كله، ما حدش موجود دلوقتي لحن لهم. ربنا يديك طولة العمر يا رب، لان عندي 80 سنه دلوقتي. ربنا يديك طولة العمر. احنا مبسوطين قوي ان حضرتك راجع مره تانية تقدم لنا على خشبه المسرح الروماني في مهرجان العالمين، ومهرجان العالمين يعني عامل لنا كده بقى من الفعاليات المتنوعه، والجميل قوي انه هيقدم لنا حضرتك على خشبه المسرح ابرز الاعمال اللي هتقدمها فرقه المصريين. وهل هناك بقى اعمال جديده لاول مره هتبقى موجوده معانا ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله نقدم كل الحاجات اللي عجبت الناس في المسلسل بتاع حالة خاصة. إن شاء الله. هو ده اللي لفت النظر لأغاني فرقة المصريين اللي اتعملت من 45 سنة. حقيقي. فدلوقتي إحنا بنعملها، وبنعمل أغاني جديدة كمان، أهمها أغنية أنا أحييتها تاني، بتقول للعالم كله مدين لحضارة المصريين، والعالم أصبح عالم بنا إحنا المصريين. حقيقي يعني عزيزة جدا على قلبي، فعايزها وجاي حضرتك وعايز غنائها، وإن شاء الله الناس تغنيها معانا إن شاء الله. احكي لنا كده، بعد حاجة و40 سنة من فرقة المصريين، إيه اللي اتجدد فيها؟ إيه الجديد اللي فيها؟ الجمهور ينتظر إيه على المسرح؟ هو هينتظر أوقات كتير أشوف ملامحك، وهينتظر هزني من جوه. الله. الأغاني دي كلها كانت في المسلسل، والحقيقة المسلسل ساهم في نجاح الأغاني دي تاني، والأغاني دي ساهمت في نجاح المسلسل. حقيقي. والحقيقة إحنا بنعمل جهود دلوقتي عشان نروح للناس ونسمعهم تتر حالة صعبة، حالة خاصة، لأن هم أعجبوا قوي بالتتر، وناس كتير قوي ابتدت تعمل موسيقى بالطريقة دي. أنا عايزة أقول لحضرتك على سر، يعني أكيد أنت عارفه، بس أكيد أنت عارف إن كل الأمهات المصريين بتقول لبناتها ما تفتكروش يا بنات إن الجواز راح، وما تزعلوش يا بنات لو قلنا بصراحة. إحساسك إيه والأغنية دي يعني معلقة مع كل الأجيال من ساعة ما انطلقت؟ أقول الحمد لله، بس أنا أقول لهم حفظوهم بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني اني مش احلى منهم بصراحه، يعني لا البنت بالحلاوه ولا بالصوره اللي نجمعت ولا باللبس ولا ولا ولا، بصراحه قوي مش طبيعيه او رجعيه، بصراحه قوي مش صحيه، لان امي اصلا فلاحه. الله، كلمات يعني ولا أحلى، يعني معلقة معانا كلنا لغاية النهاردة. حضرتك يمكن مكتشف عمرو دياب، الهضبة عمرو دياب، وانت اللي يمكن جبته من بورسعيد لغاية القاهرة. احكي لنا، هل متابع أعمال عمرو دياب، وهل هتحضر حفلة الهضبة؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا ربنا ادانا الصحه والعمر هنكون هناك ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اغاني كتيره قوي قوي خليني اقول فرقه المصريين قدمتها لنا، وحضرتك كمان طول التاريخ الجميل ده قدمت لنا اغاني كتيره جدا جدا. لو تحرق لنا حاجه بسيطه قوي كده من الاغاني اللي يمكن هيعاد توزيعها مره تانية على المسرح الروماني او على خشبه المسرح الروماني في مدينه العالمين. ما انا قلت لحضرتك، لكن هقول لك بقى ايه اللي هنعمله جديد. قولي. هنعمل اغنيه اسمها بصوتي اناديك. بصوتي اناديك اهميتها ايه؟ انها بتقول بصوتي اناديك وتعمل فوكاليز. الفوكاليز اللي هو فويس تريننج. ده هيخلي الناس تتعرف على علم من العلوم الموسيقيه اللي هم ما يعرفوش عنها حاجه. طيب المهرجان بقى نفسه وال يعني الوجبه الجميله اللي بيقدمها لنا من الوجبه الفنيه، حضرتك شايف ازاي الفعاليات الفنيه في مهرجان العالمين، وازاي يعني بتشجع الفن الاصيل؟ وخليني اقول كمان وحاجه مهمه قوي ان هي بترفع الذوق العام. انا الحقيقه كل اللي شفته من شفته فيديو، لكن انا شفت ابنيه مبهره ومسارح مبهرة وإضاءة مبهرة. وإيه الجمال ده؟ ده المفروض إحنا السنة اللي جاية بقى يترفع كمهرجان عالمي من ضمن المهرجانات العالمية. هيئة سلوك تعتبره واحد من عشان نجتاز السياح ونجتاز الفنانين كمان جامدين من بره، يجيبوا جمهور بتاعهم ويجيبوا، لأن المنظر اللي أنا شفته الحقيقة ما يتوصفش. أجمل وأجمل وأجمل مصداقا بقول الرئيس هتشوفوا العجب العجاب. أو ده هنشوفه وبالفعل. يعني احنا شايفين يعني يمكن بكره وبعده في حفلات لنجوم كبار عرب، يعني الفنان كاظم الساهر والفنانه ماجده الرومي، واحنا في الحقيقه يعني متحمسين قوي للحفلتين دول كمان ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك يا موسيقار يا عالمي، الموسيقار هاني شنوده، بنشكرك. يعني موسيقى عايشة في أذهاننا لحد النهاردة، ويمكن بالجيل الجديد يعني حتى كمان طالع بيحب قوي موسيقى فرقة المصريين. يعني السوشيال ميديا كلها يمكن الفترة اللي فاتت كانت منتشر عليها أغنية هزني من جوه، وأغنية في الشوارع حواديت، وغيره وغيره لأغاني فرقة المصريين اللي عايشة معانا لحد النهاردة. وهو ده قوة بقى قوتنا الناعمة في مصر، وهو ده أهميتها إن هي دايما تعمل أعمال مش حاجة بس كده زي ما بيقولوا ترند وخلاص، لا، أعمال فعلا تعيش، وكل ما تقدم كل ما تبقى أحلى وأحلى.